عاصمة ديربي العاصمي الذي جمعه اليوم بملعب 20 أوت أمام نصر حسين داي لحساب المباراة المتأخرة من الجولة الثانية للمحترف الأول موبيليس، وهذا بعد عودته بالنقاط الثلاث وفوزه بهدف دون مقابل من توقيع إبرة في الدقيقة 43 ليحقق أبناء سوستار فوزهم الثاني على التوالي، في حين عجز أشبال المدرب زيري بلال عن تحقيق أول فوز في بطولة هذا الموسم. الزميل فاتح بوشعنان حضر المباراة وعاد لنا بالتصريحات التالية. Ouais, il y a un peu de fatigue, il y a pas un peu, beaucoup de fatigue. Bon, après, c'était pas évident parce qu'on a reculé beaucoup en deuxième mi-temps et les contres étaient partis de loin. Donc, on aurait pu en marquer un ou deux, mais on l'a pas fait. Il faut aussi dire que l'adversaire nous a fait reculer et on a souffert sur leur coup de pied arrêté. Bon, voilà, mais... Bien sûr, la victoire a été un défi pour le mokable G. راح تكون مقابلة صعيبة بيان سور مع المنافس تاع كينيا. اللاعبين كانوا واجدين المقابلة هذه رغم التعب من السفارية تاع المقابلة تاع كأس الكاف اللي خلاتنا شوية يعني، مي الحمد لله عرفنا كيف نجيريو المقابلة خصوصا ديربي وين دائما نلعبوا مع نصر حسين وين يديروا لنا صعوبات. ماتنو يعني كاع يعني ما كناش كاع المجموعة يعني ما كناش يفو بلي سور ماتش. اون مال ديبيتي الماتش ديالنا. من كانوا بلي فيف علينا واش نقول لك اون فاريكتي في ان شاء الله هاد لا ديفات ان شاء الله في لي ماتش افينير عندنا. ما قلت هذا ثاني مباراه في البطوله ان شاء الله احنا ما نحبسوش هنا، مازال المقابله دي نسوها ونخمو المقابلات الجايه.